صفحة أولى يمين، والصفحة الأولى اليمين دي بتوع الصحافة يعرفوا إن ده بيبقى أهم عمود. نيويورك تايمز بيتكلم عن إيه؟ عن خناقة بين المملكة العربية السعودية وبين أمريكا. صفحة أولى في نيويورك تايمز، يعني الخبر مثلا مش منزله نشطاء، ولا الخبر مثلا مضروب، ولا الخبر من السوشيال ميديا، لا، ده في نيويورك تايمز صفحة أولى. الناس ديت يوم ما يبقى في خبر غلط رئيس التحرير بيستقيل، وحصلت قبل كده في نيويورك تايمز، والبلد تمشي والصحافة دي وكل حاجة تمشي. فالخبر أكيد. خبر بيقول إيه؟ خبر موجود في الصفحة الأولى وليه نص صفحة جوه بعد كده، نص صفحة بيقول أن السعودية، ده الخبر زي ما الأمريكان كاتبينه، هي قد هددت وقد أمرت أو طلبت. بيقولوا لهم إيه السعوديين؟ بيقول له يا امريكاني، الحاجات اللي عندك ديت اللي انت بتتكلم فيها وشكلك ناوي تحط اسم السعوديه انها مسؤوله عن احداث 9/11، احداث البرجين والطيارات التانية دي، انا بقول لك انه ما تعملش كده. السعوديه، ومكتوب في الخبر ايه؟ انه السعوديه بتقول الكلام ده للاداره الامريكيه وللكونجرس الامريكي. يعني اذا كنتوا ناويين تحملوا بعد يعني التحقيقات والاخره الإدارة السعودية 9/11، ستقوم المملكة العربية السعودية بتصفية البلايين من استثماراتها في أمريكا. عارفين ده يعني ايه؟ البلايين من استثماراتها في أمريكا. تقول المملكة العربية السعودية للإدارة الأمريكية وللكونجرس الأمريكي، ستوب don't blame it on the Saudis، ما تحطش الذنب على السعوديين، السعوديين ما لهمش دعوه باحداث 9/11، ما لهمش دعوه، ومش عايز اسمع الكلام ده. الباك جراوند بتاع الحكايه ايه؟ انه في هناك مجموعه قايم بيها ناس عايزه تعويضات لابنائها. انت عارفين في 3000 واحد ماتوا في اليوم ده، يعني هبنك الاداره الامريكيه السعوديه تتحدث معها عن 3000 مواطن امريكي، مش بيكلموهم عن حد غريب، مش بيكلموهم عن جزيرتين ولا حاجة، بيكلموا على 3000 مواطن امريكي قد قتلوا بدم بارد في البرجين، وقعوا من الابراج وسقطوا من ارتفاعات شاهقة، وكانت مأساة انسانية بكل المقاييس. فالسعوديين بيقولوا لهم القضايا ديت لو قضية منهم القت اللوم على إدارة المملكة العربية السعودية، سنقوم بسحب البلايين من استثماراتنا. جوه بقى الموضوع نص صفحة، الأمريكان طبعا عندهم حالة فزعة. الكلام ده مش سر، يعني محدش راح قال لي ايه لأوباما انت بعت أمريكا ودم الشهداء الأمريكي، محدش قال له كده. انما في ناس جوه الكونجرس ابتدت تتكلم وابتدت تعارض وابتدت تقول ده ينفع ولا ما ينفعش. هنا لعبة الدول، هنا تقوم لعبة الدول. دولة ليها مطالب ودولة اخرى ترفض هذه المطالب او توافق عليها. والمحروس اوباما رايح السعودية بعد يومين ثلاثة عشان عنده المؤتمر القمة الخليجية الامريكية بالموضوع ده، بالصفحة الاولى بصورة عادل جوبير المحترم. فقالوا له ما تعمل، وجايبين بقى جوه خبراء اقتصاديين بجد مش زي الخبراء الاقتصاديين بتوعنا. قالوا لهم يا جماعه لو السعوديه سحبت فلوس ايه اللي هيجي؟ قالوا لهم دي مصيبه، لان السعوديه هتبهدل الدولار. خد بالك ان السعوديه لو باعت ده هتبهدل الدولار اللي هي عملتها مرتبطه بيك. موضوع كبير جدا، كبير جدا. انما تقف الدول وتنظر. الناس بتناقش حاجتها ازاي؟ ده انا بقول لك 3000، مش 3000 بني ادم قتلوا جهارا نارا، وكلنا يعلم حادثه 9/11 دي سابت جراح في امريكا وفي العالم عامله ازاي. فبيقول له لو جبت سيره السعوديه انا هسحب كل فلوسي. هل السعوديين هيعملوا كام؟ مش هيعملوه، مش ده اللي واقف عنده. انما احنا واقفين عن العلاقات بين الدول بتبقى ممكن تبقى عامله ازاي. وممكن الدولة جوه أمريكا دي النهاردة أوباما ده لازم يرد، لأنه التانيين النيويورك تايمز بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن هو إن الإدارة الأمريكية
طلبت من اعضاء في الكونجرس الامريكي انه يهدوا الموضوع.